كلامنا اليوم مرة لذيذ وسهل، سهل سهل سهل. شايفين هذه مكوناته، بس هذه مكوناته مرة سهل وبيعجبكم. طبعا أنا بسوي كمية بسيطة وأنتوا عاد براحتكم. هنا عندي بسكوت الشاي طحنته، وهنا عندي حليب نيد أو حليب بودرة حمرت. الحلى مرة سهل وأنيق وجميل ويواجه ولذيذ مرة، يعجب الكبار والصغار. احمسي حليب البودرة لين يشقر، خلي الحرارة وسط بنات عشان ما يحترق معاكي. راح نحط كل المكونات اللي ذكرت لكم اياها ما عدا الكندر. هنا عندي الحليب البودرة، بسكوت الشاي، بسكوت الشاي العادي اولكر عرفتوا، الجبن الكريمي، الشوكلت الجالكسي سيحته وأضيفه. أعجن كل هذه المكونات لين أحصل على مزيج متماسك. شفتيه لين زيدي شوي بسكوت، زيدي شوي حليب، بس طبعا الحليب حمسته فممكن لو بزيد بسكوت. أعجنه في البداية كذا، بعدين راح أبدأ أستخدم أكيد يدي لأنه ما حيمشي الحال إلا بيدك. طبعا رجعنا إلى العجن اليدوي هو اللي بيفيد. خلنا عجنها وارجع. شوفوا بنات هذا القوام اللي نبي نحصل عليه، الطعم لذيذ مرة، جربتها من قبل طبعا. شوفوا راح ناخذها ونسويها كور، واحط فيها حبة كندر من الداخل واغطيها، وبعدين لما اخلصهم كلهم بطحني شوية بسكوت لان استخدمت البسكوت كله واغمسهم في البسكوت وبس. مثلكم جميل لذيذ ويواجه. هنا بنات بعد ما خلصت الكمية كلها تغمسينه في بسكوت مطحون وخلصنا. بس ولا اسهل، طبعا مسويه كميه بسيطه بس علشان اعلمكم، فبس احط لكم كامل المقدار. مسويه نص كوب عرفتوا، مو مسويه كثير بس علشان اصورها لكم عشان ياكلونها اليوم ونخلص منها. مره لذيذه راح تعجب الكل، مستحيل ما في احد ما راح تعجبه. وبكذا صار جاهز، بنحطه بعدين بصحن انيق جميل مع القهوه وخلاص، نسوي له بعدين جلسه تصوير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد.